في إطار التصدي لوباء كوفيد-19 أغلقت عدد من الأماكن الترفيهية ومن بينها الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط. اليوم يغمرها السكون، لكن نمط حياة الحيوانات لم يتغير فيه أي شيء. أما بشأن مسؤولي الحديقة فقد اتخذوا كافة التدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين والمعالجين. إيمان سلاوي ومحمد أمين عموري. هل نأت الشمس أم اختفى أثر العابرين؟ كانت هنا خطوات تزرع الوئام، تنبت بذور صلة الرحم في حياة الحديقة. نظرة واحدة تكفيك لطرح كل التساؤلات التي تمر في المخيلة. ما بال الزوار اختفوا؟ لا ريب الأمر جلل. في زمن كورونا رنا صمت هنا، وكانت الأنفاس ضاجة بالسكون البكر. الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط تعيش عزلتها الخاصة. بالنسبة للطاقم الإداري كانت هناك إجراءات لتسهيل العمل عن بعد بالتيلي ترافاي، وبالنسبة للطاقم التقني كان هناك إجراءات احترازية من أجل ضمان سلامة العمال هنايا، أكثرية المعالجين، باش عطيناهم كل وسائل الوقاية، منها الكمامات، منها القفازات إلى آخره، رغم أنه كنا احنا كنشتغلوا بهذه الطريقة من قبل، ولكن زدنا ضعفنا من مراقبة هذه المعايير حتى نضمنوا سلامة العمال هنايا. غاب صخب الزوار عن المكان، غابت أصوات الأطفال هنا، لكن لا شيء في النظام الاعتيادي في نمط عيش الحيوانات قد طاله التغيير. أليكس، غزينا وكاميليا تقدم لهم الوجبة الصباحية بنفس الرعاية والاهتمام في مواعيدها الدقيقة. اللي وقع هو انه درنا اجراءات من ناحيه نظام العمل ديال المعالجين، بحيث كاين هناك تناوب وكاين هناك اجراءات جديده. اجراءات ديال المسافات الامان، نقصوا من عدد ديال المستخدمين المعالجين بالحديقه، نعطيهم النصائح بانه اي واحد قاس بشي حاجه يعقم يديه، عادي يولي يقيس حاجه اخرى، يديروا لي ماسك ديالهم، يديروا لي رينيت. التقنيون ومعالجو الحيوانات بالحديقة الوطنية اتخذوا كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاحتياطات لحماية العاملين والحفاظ